نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل، ام سوري. حاضر.